بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم رح نستهدف فيها يا جماعة إن إحنا نوضح المسكونسبشن اللي ربما يكون موجود عند الناس ما بين الاختلاط الواضح والربط الواضح ما بين لغة برمجة جافا وسكريبتينج لانجوج جافا سكريبت. لو أنت كنت واحد من ضمن الناس اللي ربما بتعاني من نوع من أنواع عدم الوضوح أو إن أنت بتحاول تخلط المفاهيم أو فاكر إن جافا هي جافا سكريبت فأنت معذور بصراحة. طيب خلينا نقول إن يا جماعة جافا ده حمادة وجافا سكريبت ده حمادة تاني خالص. كان لازم نحط التأصيل النظري للموضوع ده قبل ما ندخل في التفصيل العملي للكلام عن جافا سكريبت. لازم نوضح الفروق ديت يا جماعة. طيب في الأول كده جافا programming languages. جافا لغة برمجة used to write applications for computer and other devices. مسؤولة أو أنا بيستخدموها علشان يكتبوا بيها تطبيقات تشتغل على أو يكتبوا بيها برامج أو تطبيقات تشتغل على مين؟ على الكمبيوتر وعلى الكاسيت بتاع العربية وعلى الموبايل وعلى التي في أو على السمارت تي في وعلى أي حاجة بإيديات جافا. جافا بتكتب برامج تشتغل على أي حاجة في أي حتة كروس بلاتفورمز كده. دي جافا. جافا سكريبت بقى مش بروجرامينج لانجوجز، دي سكريبتينج لانجوج. دي بنستخدمها علشان نكتب برامج بسيطة أو هي أساسا مسؤولة عن إنها تتفاعل مع المحتوى اللي بيتعرض مع مين؟ اللي بيتعرض على متصفح. طيب ربما يكون الأمر اللي أوجد نوع من أنواع المسكونسبشن ما بين الاثنين هو إن الاثنين بيشتركوا مع بعض في كلمة جافا. على الرغم من ان جافا مش هي جافا سكريبت، احنا قلنا بنقول عليها اهو يا جماعه، يعني في جافا ديت لغه برمجه وجافا سكريبت دي سكريبتنج لانجويجز. طيب من فين جاء الامر المشترك او من يعني هو من قله الاسامي يا جماعه؟ طب ليه ما كانوا سموا ديت حاجه وديت حاجه؟ ليه الاثنين فيهم كلمه جافا؟ والإجابة عن سؤال طيب ليه في كلمة جافا مشتركة ما بين الاثنين دول رغم ان هما الاثنين مختلفين نقدر نرجعه لأصله. لما نيجي نرجعه لأصله انا عايزك يعني الكلام في التراث او الكلام في التاريخ يا جماعة. طيب هو مين اللي طور لغة جافا؟ شركة كان اسمها سان ميكرو سيستمز. سان ميكرو سيستمز دي طيب ليه طورتها؟ جيت لك بص يا سيدي انا عندي مشكلة كبيرة. المشكلة ديت كانت اني في السوق عندي different operating systems، انظمة تشغيل مختلفة، مايكروسوفت بانظمتها، ابل بانظمتها، يونكس بنكهاته، الشركات الخاصة بانظمتها المختلفة. علشان البروجرامر يجي يكتب برنامج معين لازم يبتدي يدرس لغة البرمجة اللي هي بتشتغل على الاوبريتنج سيستم ده. فبالتالي مثلا شركات الكبيرة علشان تعمل برنامج يشتغل على different operating systems بتلاقي في developer او اكتر خاص بنظام معين، developer او اكتر خاص بنظام تاني، developer ده خاص بالنظام ده، وبيجي الموضوع جدا يعني مش منطقي في التفكير كشركة كبيرة. علشان كده كان لازم يكون في حل. الحل بقى في انه هو يكون في بروجرامينج لانجوج. البروجرامينج لانجوج تبقى كروس بلاتفورم، والمصطلح كروس بلاتفورم يعني يشتغل على ديفرنت اوبريتنج سيستمز. بيكلم كل الميكرو بروسيسور، يعني لغه البرمجه دي بتتعامل مع الميكرو بروسيسور بتاع كل لغه برمجه، عارف انت كده. فعلشان كده صن ميكرو سيستمز ابتدت تطور الجافا، والجافا استهدفت انها تحل القضية دي وما يكونش فيه اختلاف جامد ما بين الكلام الجميل ده. تمام اللهم خير. جافا صن ميكرو سيستمز طورت الجافا علشان تشتغل على الكمبيوترز واللابتوبز والاجهزة دي على وجه التحديد. تمام جميل، ده كان الشق الاولاني من تطوير جافا. طيب بالنسبة للجافا سكريبت ايه؟ هي جافا سكريبت ما كانتش كده يا جماعة، كان اسمها حاجة تاني، كان اسمها موكا، وبعدين بقى اسمها لايف سكريبت، وبعدين لما ظهرت الجافا راحت سان ميكرو سيستمز اللي هي طورت الجافا تضمنت مع نيت سكيب
كوميونيكيشن كوربوريشن. عارف بقى يعني نتسكيب كان في ايام زمان متصفح كان اسمه نتسكيب قبل ما تطور ويبقى اسمه حاجه تانية دلوقتي. المهم سان تضمنت مع نتسكيب في ديسمبر 95 علشان تكمل سان مايكرو سيستمز الشق الثاني من شغلها. ها انها الشق الاولاني انها كانت بتشتغل على جافا ككروس بلاتفورم بروجرامينج لانجوج، كانت بقى عايزه سكريبتنج لانجوج تشتغل على ديفرنت براوزرز، فكان افضل حل ليها انها تدور على الشركه اللي هي يعني تقدر تقول مسيطره على كيان البراوزرات. فراحت لنتسكيب نافيجيتور بتقول لها انا معايا بروجرامينج لانجوج اسمها جافا، عايزه اعمل سكريبتنج لانجوج تشتغل على كروس بلاتفورم تشتغل على براوزرات، فعشان كده اعلنوا وجود الجافا سكريبت. فالامر او وجود كلمه جافا في الاثنين كان ان جافا سكريبت معموله علشان تكمل دور الجافا لكن في التعامل مع البراوزرات مع المتصفح. ده الامر اللي اوجد نوع من انواع الاختلاف ما بين اقصد يعني الترابط او التشابه ما بين الاثنين. فبالتالي جافا سكريبت بتكمل دور جافا لكن على نافذه المتصفح او على الناتشرال انفايرمنت بتاع المتصفح. ده الامر اللي قلنا حابين نوصله قبل ما ندخل على الكونتنت ده. لكن يا جماعه جافا سكريبت حاجه وجافا حاجه تاني خالص، وحتى يعني ربما يكون ان كانت المعلومه صحيحه انا مش بقدر احط الاثنين في طور المقارنه، لان جافا يا جماعه عباره عن لغه برمجه مش سكريبتنج لانجوج زي الجافا سكريبت. كلامنا في الكورس ده يا جماعه راح يستهدف بشكل اساسي الحديث عن جافا سكريبت. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه ومجموعه من المفاهيم اللي بتدور في بالك ربما او اللي انت حاولت تسمعها من اماكن مختلفه، بتسمع عن مصطلحات مختلفه لينا باع في التعامل مع الويب، فاكيد عدوا عليك. هنحاول نوصل المفاهيم دي قبل ما ندخل في الكونتنت بتاع جافا سكريبت وقائمه مهارات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.